مواضيع جاي يطبق هسه البوسه وهاي سوالف. شنو شنو ولك؟ تعال هلا هلا. السلام عليكم، حياكم الله. فيديو جديد احنا وحناطه والطيران الحر. هاي الحلقه الثانيه من طيران الحر ويا حناطه، وهالمره انا والجهال. فاخوان خلينا نبدا الحلقه بالصلاه على محمد وال محمد. وقدر تعبنا كالعاده نقولكم يا ولد جاي نتعب لعيونكم، فقدر التعب لايك اشتراك وشارك القناه اذا كنت ما مشاركه ويا اصدقائك ويا العائله ويا اي شخص. الاشتراك واللايك يفيد القناه يا ولد، وصعدوا لنا وصلوا لنا المراحل حتى نطور وياكم ونجيب غير الطيور بعد بسم الله ما شاء الله. ونشوف حناطه اليوم ايش راح يسوي. بسم الله لايك واشتراك. هذا جبتني ملخ روحه تملخ، وعد اجينا شنو نطير بسنبل. بس يا ولد الصراحه تورطت بالهواء، ما شفت الهواء بالالوان الجويه بالبيت بين هدوء. قلت هاي واليوم شرجيه، فقلت ماكو هواء، شنو هواء قوي. المهم نروح ننتظر الهواء يخلص ونطير. يابا باع الهواء. لا حناطه لا طير، تسلم لي. اموني شنو هاي؟ شنو هاي؟ ليش صار عندك حادث؟ شنو تسولف؟ مال الدبه؟ اختلت وزنك؟ يابا ايش امور ضحك تورطنا اليوم. وين رايحين ايان؟ رايحين السده. حيل باع الهواء، باع الورطه، باع الشلاب تكرمون. شوفوا هالهواء، والله ما اقدر اصور، ما تسمعون صوت باذن الله. هذا الهواء ايش قد ما نبتعد اذا طيرناه يجيب الكلاب وياكلنا. فحجي السالفه ما بيها، راح ارجع اتمرن. يعني هيك وقت من السنه اركض انا فاهم، فراح اقعد واتمرن لحد ما يصير لنا غروب ولا اخف نطير سنبل. شنو سنبل؟ حناطه ايش مره غلطت فيه. ولا ما اخف الهواء انا اتمرن وراجع البيت. كلاب نفعل عليك ويا كلب زرب. باع وين صاروا بعيد علينا؟ نورة سويمن. ايه لازم نلحق عليهم. لا خف خف الهواء شوي. يا الله يا الله. انا جات جاي شو تسوي؟ تعبتني. انزل انزل تعبتني يا معود. يلا انزل كلبت. باع الهواء. يلا روح روح لاخوانك روح. ايه روح. هلا هلا هلا. اركض 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 اركض. حبيبي وي تشرب مويه؟ ماي 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 بالثلج، ماء مثلج. عوافي عوافي. ها شبعت لو بعد؟ شبعت؟ واخريدك من الكذا. شنو هاي ماديدك هنا؟ شنو هاي عيب؟ وين اخوانك؟ وينهم؟ روح لهم روح روح لهم. وين ذولي؟ ظلوا ما يبينون. وصلنا للمكان المناسب واستقرينا على حد ما الهواء يخف. شوفوا الشباب بدأوا يسخطون، واحد يلعب بالحصى وما اعرف ايش يسوي. هذا هذا قاعد هنا الامور طيبه منتظرين الهواء يخف علينا. هسه بين ما يعني تقريبا بعد ساعه هيك انا راح اتمرن. حياتي كلها قاضيه تمرين يا ولد. حاليا بس شوي من كبرت بالعمر يعني بطلت لانه صارت عندي مسؤوليات. تعالوا لك ولك 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 ولك. يوبا جاي يطيح بهاي الحفره. اوه جابني انا، شايفين هاي اخوان مترين هيك يتعور. يا لا تجي هنا بابا، دير بالكم على اخوك امبوي. بابا ها شو اسمه؟ شو اسمه؟ نفسي قاطعتني لا خليتني احكي. فشباب هسه يجوز واحد من قرايبنا يشوف الفيديو او ناس يعني غريبين غربة. عافية ابني صحح لي ايمن. يقولون هذا بطران لو يعني ما اعرف. اخوان هو انا ما الومكم بصراحة، وكلامكم يجوز صحيح من منظوركم، بس انا هذا اسلوب حياة. انا من عمري 11 سنة اركض مقاضية شنت بالطوبة، وهسه لازم اتمرن. الجسم يريد مثل ما انت نفسك تريد وتاكل تكرمون اكلة زينامة. ما اكملها بس هي واضحة. يعني اكو بيهم ناس بعمر العشرينات يعني هذا ارقى عمر، حتى صبعه بيكرش. ما يصير يا ولد، لازم مثل ما نفسك لها رغبات عقلك لازم تغذي جسمك، لازم له رغبات وله حقوق عليك. لذلك يا ولد راح اتمرن بين ما ينزل الهواء ونطير حناطه وياكم. احسن لنا خلينا نرجع لحد من ساعه استحمل الكاميرا يا ولد بنخلص تقول لي ليش جو ذا مطرت بابا شنو يصير؟ تبلل؟ جاو تيم تعرف بين الماي بابا تتبلل تروح تسبح عادي شكو فيه. بابا خلي حناطه وسدك لا تلك بيه الهواء مو زين علي بابا انت تدني.
عفوا يلا. يو يابي ظلنا نحن نطير مكان احنا طبال هو. بعد نصف ساعة عدل بالركض اخوان صار لي تقريبا سنة ونص قاطع عن الركض فما ركض. شلون سنة ونص؟ لا استغفر الله، يعني من الصيف ذاك لهذا الصيف ما اعرف ايش قد، بس يعني ان شاء الله بالنا ورايح بلش ازيد هاي نص ساعة لحد ما توصل ساعة ونص ساعتين مرات. اول شيء هروة خفيفة يا ولد وبعدين اظل ارفع بالنسق شوية اخف الهواء يا ولد، يمكن راح نطير حناطة فد شوية. هذا ياهو جاي يركض هذا، هلا 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 ركض يا تفر روح طير يلا تمرين اولادي سباع. ما تمرن؟ ليش ما تمرن؟ اللي غير الموضوع حتى لو ما تقبلون علي شباب يقول لك التعليم من الصغر كنقش على الحجر هيك يمكن هيك شيء. شو انا جاي اصور انا اقعد بابا طق بحناطه بصربوخ ليش؟ ليش؟ باوجه يا حيوان. كمل كمل بابا كمل. ايمن شوف يا ولد هذا سهر وتكنيك، سهر وتكنيك كل شيء يؤذيهم. ساعة بالثنتين يلا ينامون. راكضين كلش ما راكضين ما شاء الله، اول مره يركضون يعني الحمد لله عدم مقاومه. كفو كفو لا تقعد، ظل تمشي روح هيك وتعال ارفع ايديك هيك تمشي تمشي ظل تمشي لحد ما ترتاح بابا فحطت مو ايه لا تقعد قبل لحد ما يستقر جسمك شوي. شنو صيف رعيد طياره غيم شنو الوضع؟ المشكلة مال حناطة حاليا يا ولد خاشوقة طايحة ما لقيناها. ايش اللي اول ما كنا على اجينا من اجينا من ايه اخريان قضيتها هيجي نايلون ما عندي بابا هي خاشوقة حطيتها بال نايلون فتح عادي بابا. ها كفو كفو اي هلا هلا ذن الاوليات معلمكم قبل سنتين بعدكم حافظين ما شاء الله. اسمع اي تاجر مو شغل دول زين حناطة عطش شرب بيدي تشرب نيد ولك يقول ايه خوش هسه طيرك اصبر اصبر يا الابطال عافية الابطال. يا ولد هذا الشغل الصحيح حبيبي مو كله خده خده يعني شرفك هسه على سبيل المثال عوف صحتك عوف ذنك الهن بدي ما تقدر تشتري لك تفتر لك ست محلات سبعه ما تحصل لك بدي على قياسك لان بس كرشك يراد له بدي. اليوم غاطر الزايل يا ولد بصراحه حتى حاسس ضميركم يعني هيا كلها لكم. على سبيل طير للطير ولك انت اقعد ولك قعد يا حبيبي خلي لك نفسك يوميا نص ساعه تمرن بيها ركضيت هروله بس ماشي اهتم اهتم وسد هذا من الاكل. والله جاي ترعد. حاليا راح نفتح حناطه يا ولد انا راح اروح مسافه يعني شوي شوي اصير عليه حد ما يحفظ مكانه وخلي ايمن يطلع ويطيره ونقول يا الله. شوفوا بالنسبه لي مطمن كلش اخوان مال ما يروح يعني متاكد 100% تقريبا بيني وبين نفسي بس اكو احتمال 100% طيره يروح رجع صار الهواء 50 الى ابوي 75% فوق حناطة. شباب جاي ابتعد شوي شوي تعال حناطة تعال 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 فيو ييرز ليتر. تعال بابا شن تعال بابا والله ضحكون علي ذول تعال حناطة تعال تعال لك بس انا عندي هيك بريه وبيئه مفتوحه ما اطير مطرت والله. يابا وين السنبل؟ انت خبصتني وين السنبل؟ ماكو سنبل بابا. روح يم اخوانك يلا روح يلا اركض اركض روح. شلون يركض؟ حناطه بباله بالبيت. تعال حناطه تعال لك تعال سرسري اي تعدل تعدل تعال تعال جاني مشي تعود على المشي. تعال
تعب نفسنا. ولك تعال على نط. لابس حذاء ايمن. طايره نورس طايره. خلنا نورس طايره. تعال حناطه تعال. تعال حناطه تعال 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 لك. شو السالفه هاي؟ عوفه عوفه. تعال حناطه. الكيت الشرجيه ما ادري شنو. تعال حناطه تعال 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 لك. لا تخاف ابوي لا تخاف خليها يمين طايره. تعال تعال ولك ولك. تعال 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 اجاني اجاني. تعال تعال لك تعال. وعل وعل ضمان والامان يوم ما فدوا لله. شوف قلت لكم متاكد منه. ها حبيبي فدوا لله حبيبي حبيبي ما قدرت اصوره صح. خل اخذ شربه ماي هسه بعدين امطر. اخوان الحاجه هم الاختراع. مدام ماكو الخاشوقه انا جايب له بس ماي ما جايب له سيريلاك فاريد اشرب ماي. اول مره بحياته جاي اعود على هذا. تعال حبيبي تعال تعال شوف 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 هنا أنا. جيب 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 يلا هاي شوف شرب حاليا هو. اوقف اوقف شرب شوي هاي طريقه اجباريه بس هو لازم يشرب يلا. اي جيد 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 اشرب 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 هالنوط اشرب طاق عندك الوضع. هاي طريقة كنت اسويها على كتاكيت تذكرني. شرب شرب بس هو. تعال اشرب ايش بيك؟ جيد. حبيبي حبيبي يلا كافس. تعال تعال طير لي طير لي. تعال بلبل لك حنوط. تعال صار الجو كلش طيب اخوان. تعال 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 شوية. هلا وهلا 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 وهلا. شاطر شيني غير من طايرك احنا. طير طير هو كحل من الجو. طير. ولك طير طير جو حلو هذا. ما رخضك. عوفه يا عوفه طايره يلا روح. تعال تعال حناطه تعال تعال تعال. هلا 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 تعال. عفي عفي عفي. تعال تعال حبيبي تعال. ها ها يان يلا افتح ايدك. روخ روخ ريان قوم 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 يان. ارفع ايدك لي فوق يان. ارفع ايدك لي فوق بابا هي سوي ايه عافيه. اي هذا حناطه. تعب حناطه يلا كافي. شرجيه تقتل مو حقا من يتعب طار طيرتين يعني كلش كافي. وهاي طيران حر ويا حناطه شبابنا. لايك واشتراك. بعد ابوك جاي يسبها وطلع بالزينه. في ابني طايره طايره. تعال حناطه. تعال 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 تعال. هل 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 تعبت حبيبي؟ تول تول تول. شوف هاي بابا. يلا شكرا قل لهم شكرا. هل هل تعال هنيط يلا صارت شمال. يا الله شملت. ارجع ارجع لي ورا ارجع لي ورا. يلا طيرة. تعال تعال حناطة تعال تعال تعال. هل هل هل. يلا كافي يلا كافي. تعب تعب اخوان. هذا الكلام اللي حكينا بيه اليوم عن سالفة ان تركض وسالفة الرجيم هاي المواضيع والله العظيم يا ولد
اذا تركز بيه تلقاه لمصلحتك ولنفسك. وعن نفسي انا مو على مود اعيش بالحياه هاي اكثر فتره ممكنه، لا، اريد اكون حسن الخاتمه، ما اطيح اتمرض وابلي العالم وابلي جهالي واهلي وتعب نفسي ومرض نفسي ويعتون بي اجيب مستشفى وحط مستشفى واذيه. اللهم حسن الخاتمه دائما ادعيه بهذا عمره هسه متهيئ والله العظيم، يعني اقول لو يجينا هسه ملك الموت واموت براحه حلو احسن، اصلا الحياه ما تراد بهالبلد هذا. فلا تاخذون كلامي على محمل السوء، اريد مصلحتكم يا ولد. والله العظيم لو تركض لك باليوم نص ساعه مالكم على يمين، نص ساعه تركض باليوم ترتاح راحه نفسيه بعدها، يعني يمكن انت جرب الشعور جربه وشوف. فلا تاخذون كلامي انه بالشكل السيء واحتمال واحد يضوج من الكلام هاي. وهذا الطير يا ولد يعني كلش كافي، هذا الطيران اللي جاي يطيره يعني شرجي وصيف جو كلش حار يقتل، والطير بعمر تقريبا 3 شهور و 20 يوم فصغير بعد، يعني احسن من ذيش المره من اللي جينا طار طيران حلو. وان شاء الله بالشتاء ادللكم بيه دلال، وحاليا جاي اعلم بيه هواي مواضيع، جاي يطبق هسه البوسه وهاي سوالف. شنو شنو ولك شنو هذا؟ يلا مشينا ابوي مشونا، هل روح روح اركض اركض، هل 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 تمرين العيال. شنو؟ لايك واشتراك بابا، قول لايك واشتراك، لايك واشتراك. يلا حبايب الخاطر عيوني لايك واشتراك، والخاطر الشباب وهذا التعب حبايب قلب، في امان الله اشوفكم حلقات جديده.